يا عم فينك يا عم احمد؟ اتاخرت عايزين نمشي. معلش اتاخرت عليك. خلاص ممكن تاكسي يعدي دلوقتي. الله اكبر. اسمع اصلا يا شبح، تعال احنا موجودين. في حاجه زعيم؟ في الصراحه. بص كده بشبع عليك. شبع عليا ليه يعني؟ اصلك عاجبني. ماشي، في حاجه يعني برضو ولا ايه؟ الله الله، انت كد المسكه دي؟ لا لا، طب والله اندهلك اخويا. اندهلك حتى العيله كلها. مين اخوه ده ولا مين؟ عيب والله لما يمشي ويسيب. مين اللي كلمك هنا؟ اتنين دول. انا اللي كلمته، في حاجه؟ انت بيه ده؟ طيب ايه ده؟ طيب اوعى ايدك من عليه، انت مش مستاهل اهي. طب بس كده الجاي. يلا من هنا. ماشي حق. بس انا سامع علي. يلا خلاص سامع علي. ماشي يا ريس. ماشي يا معلم. اي حاجه تحصل معاك هنا رن علي على طول. خلصانه حبيبي يا معلم. عايز حاجه حبيبي يا معلم؟ الله عايش على حس. اخوه مجرم يا عم. مجرم الواد ده، شفت السطح الحديد بيلعب جيم يا اسطى؟ مش هيلعب 50 كيلو. يلا يلا.